أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر واليونان، مؤكدا حرص مصر على الاستمرار في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكس. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء اليوناني أكد تطلع بلاده لمواصلة تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين خلال الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الصديقين، مع الحرص على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات المتلاحقة بمنطقتي الشرق المتوسط والشرق الأوسط. كما تناول الاتصال الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها. وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء اليوناني تقدير بلاده للدور المصري في الدفع نحو التهدئة، حيث اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق للعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في الإقليم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل، بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الأزمات والحروب. جاء ذلك خلال استقباله لوفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور جوني إرنست. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية العمل المكثف والمسؤول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة، لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد الأمريكي بشأن تطورات المشهد الإقليمي، لا سيما في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي السياق العام للأوضاع الحالية، مشددا على ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات المعتمدة. كما أكد الرئيس السيسي أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقا وتنفيذا للقرارات الأممية ذات الصلة. كما شدد الرئيس السيسي على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بالجهد والدور المقدر الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والإنساني، مستفسرين عن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي المستقبلية في هذا الصدد. كما شهد اللقاء تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة والكونغرس بصفة خاصة على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكا لمكانة ودور مصر الإقليمية وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار في التنمية في المنطقة. استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفدا يضم 8 أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي برئاسة السيناتور جوني إرنست، والذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية في المنطقة. وأكد شكري تطلع مصر لاستمرار جهود البلدين الرامية لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، مشيرا إلى آليات ضبط الأسواق التي ينظمها قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لعام 2023 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة
لا تتدخل في تحديد الأسعار في ظل اقتصاد السوق الحر ومبدأ العرض والطلب، مشيرا إلى أن تنظيم الأسواق هو مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع ويشعر أن هناك انضباطا في الأسواق. هذا وتم إحاطة مجلس الوزراء ببدء تشغيل الفعالية لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتبارا من أول يناير الجاري، ذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الاحتياج للخدمات الصحية، ذلك ضمن خطة الدولة للتطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل والذي تم بالفعل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية. وفي بداية اجتماع مجلس الوزراء وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أخلص التهاني القلبية لجميع الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على شعبنا العظيم بالخير والسلام في ظل مناخ تسوده المحبة والمودة. تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد، جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث عبر رئيس مجلس الوزراء عن أمنياته للوطن بدوام الاستقرار والازدهار. يطيب لي في مستهل هذه الجلسة أن أتقدم بخالص التهاني القلبية للإخوة الأعزاء شركاء هذا الوطن أقباط مصر بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعا عاما موفقا وعيدا سعيدا مباركا ننعم فيه جميعا بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار. كما قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة إلى قداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس النواب أن الكنيسة المصرية كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية، معربا عن خالص تقديره لقداسة البابا توادروس كقامة مصرية وطنية تحظى بثقة واحترام والشعب المصري، مشهودا له بمواقف الوطنية مؤكدا أن المناسبات الدينية فرصة لتأكيد أواصر الترابط والمحبة بين جميع أبناء الوطن الواحد ودليل على تماسكنا ووحدتنا الوطنية، داعيا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة المحبة والسلام وأن يحفظ ازدهار وطننا الغالي مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن جانبه أعرب البابا توادروس عن خالص امتنانه لرئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق بهذه الزيارة الكريمة التي تعبر عن روح المحبة والسلام بين أبناء الوطن. تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق بخالص التهاني إلى قداسة البابا توادروس بابا الأسكندرية بالترياركة الكرازة المرقسية والإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. وكان عبد الرازق توجه للكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا توادروس بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع بالخير والسلام والأمن والاستقرار. استقبل البابا توادروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ورحب البابا بضيوفه متمنيا لهم أن يكون العام الجديد مليئا بالخيرات والبركات. وقدم شيخ الأزهر التهنئة بمناسبة بدء العام الجديد وعيد الميلاد المجيد متمنيا للبابا ولجميع المسيحيين المصريين بأيام مباركة.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي. وخلال الاتصال الهاتفي بين الزعيمين أعرب رئيس الكونغو الديمقراطية عن اعتزاز بلاده العميق بعلاقتها التاريخية الوثيقة مع مصر، متوجها بالشكر على الدعم اللوجستي الذي قدمته مصر لإجراء العملية الانتخابية في الكونغو، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس دور المصري المستمر في مساندة أشقائها الأفارقة. من جانبه توجه الرئيس السيسي بالتهنئة للرئيس الكونغولي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معربا عن حرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الموضوعات والمجالات المشتركة بما يحقق مصالح الشعبين والقارة الأفريقية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات وقصف مدفعي مكثف على أنحاء متفرقة من قطاع غزة لليوم 89 على التوالي. فقد استشهد وأصيب العشرات أغلبهم من النساء والأطفال جراء الغارات التي استهدفت منازل للمواطنين في شرق مدينة رفح جنوبي القطاع وشرق المغازي بوسط القطاع. كما دمرت طائرات الاحتلال عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات ونفذت أحزمة نارية شرق المخيم ومدينة خان يونس جنوبا. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 128 فلسطينيا وإصابة 261 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. كما أعلنت في حصيلة غير نهائية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 22300 شهيد وقرابة 57300 مصاب. تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة. وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى وقوع اشتباكات عنيفة في مخيم النصيرات وخان يونس أسفرت عن قتلى ومصابين في قوات الاحتلال. من جانبه أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بقطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إسرائيلية أن 38 جنديا خضعوا لعمليات بتر لأطرافهم جراء الاشتباكات في قطاع غزة، وأنه يوجد حوالي 2000 جندي في أماكن إعادة التأهيل جراء معاناتهم من صدمة المعارك. وصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. ففي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورة وداهمت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وفي شمال القدس المحتلة أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل الدموع صوب الفلسطينيين في بلدة الرام، مما أدى لإصابة عدد منهم. كما اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طول كرم ومخيم نور شمس شرق المدينة وسط تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض. عم الإضراب العام المحافظات الفلسطينية حداداً على روح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد صالح العروري.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت القوى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الإضراب والنفير العام اليوم كحداد على روح العروري. من جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية في جنين أن اليوم يوم غضب وإضراب شامل، وذلك رفضا للمجازر والقتل والجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي التي كان آخرها اغتيال العروري. أفادت تقارير إخبارية بتأجيل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لزيارته كانت المقررة لإسرائيل هذا الأسبوع. جاء ذلك عقب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري في العاصمة اللبنانية بيروت. ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى الجيش الإسرائيلي قوله إنه في حالة تأهب قصوى بعد اغتيال العروري. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة اثنين من جنوده جراء استهدافهما بصواريخ مضادة للدروع قرب مستوطنة رميم على الحدود مع لبنان. كان حزب الله قد أعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة منارة بصاروخ مضاد للدروع، ومتوعدا بالرد على اغتيال القيادي في حماس صالح العروري، وعلى أن الحادث لن يمر أبدا دون عقاب. ناشد متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وأي أطراف لها تأثير للحث على ضبط النفس. وأعرب المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن قلقه العميق إزاء أي احتمال لتصعيد يمكن أن يكون له عواقب مدمرة على السكان على جانبي الخط الأزرق. That stability comes back to the south. We are here on the chapter 6 of the Security Council. We are not here on the chapter 7. We are on the chapter 6 that we are here to. أكد حزب الله اللبناني أن جريمة اغتيال العروري لن تمر أبدا من دون رد وعقاب، مشيرا إلى أن اغتياله يعد اعتداء خطيرا على لبنان. وفي هذه الأثناء أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب الأمني خشية من ردود الفعل على خلفية اغتيال العروري. تطورات خطيرة وأوضاع متفاقمة على الحدود اللبنانية بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقيادي في حركة حماس صالح العروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت الذي اعتبره حزب الله اللبناني جريمة واعتداء خطيرا على لبنان، مؤكدا أن جريمة اغتيال العروري لن تمر أبدا دون رد وعقاب، وهي بمثابة تطور خطير في مسار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي ومحور المقاومة. العروري كان نائبا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد مؤسسي جناحها العسكري في الضفة الغربية المحتلة التي يتحدر منها، واغتياله هو الأول الذي يطال قياديا في حماس خارج الأراضي الفلسطينية منذ بدء التصعيد الحالي في قطاع غزة، وهو ما دفع حركة حماس للوعيد بأن الجريمة لن تمر دون رد. وعيد تلقفته الفصائل الفلسطينية، فأعلنت الحداد الوطني العام والإضراب الشامل والتحرك الثوري في كل الساحات والجبهات بعد الغارة التي استهدفت مكتبا لحركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا من جانبه حذر من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على جريمة اغتيال العروري ورفاقه، بينما اعتبرها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي محاولة لتوريط بلاده في حرب غزة وانزلاقا لمسار الأحداث. حالة التأهب الأمني داخل الأراضي المحتلة كانت هي الرد الذي أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي خشية عواقب ما أقدمت عليه باغتيال أحد قادة الصف الأول لحركة حماس، بل ذهبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قرارات الحكومة الإسرائيلية انسحبت أيضا على التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان وتعزيز منظومة القبة الحديدية على طول حدودها، منوهة إلى أن جميع الاحتمالات مفتوحة وأن الاستعداد قائم لكل السيناريوهات. مخاوف من التصعيد حذرت منه فرنسا، وطالبت إسرائيل بتجنب أي سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان، وشددت على أنها ستواصل إيصال رسائلها إلى كل الجهات الفاعلة المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة. الحدود بين إسرائيل ولبنان تشهد منذ اندلاع حرب غزة تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله وقوة الاحتلال الإسرائيلي، وسط مخاوف وتهديدات من اتساع الوضع إلى حرب شاملة بسبب أخطاء دأب عليها قادة الاحتلال منذ بدء جولة التصعيد الحالي.
نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدة اغتيالات بحق قادة الفصائل الفلسطينية سواء في الداخل أو الخارج، حيث شملت قائمة الاغتيالات الإسرائيلية عددا من الصحفيين وقادة المقاومة الفلسطينية. يواصل معبر رفح البرية فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية، حيث دخلت عبر المعبر اليوم 90 شاحنة مساعدات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب، ومن بينها 4 شاحنات وقود مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح قطاع غزة. ويجرى إدخال المساعدات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ذلك لتوزيعها على الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، حيث استقبل المطار اليوم الطائرة الإغاثية السعودية 36 من الجسر الجوي السعودي وعلى متنها 24 طنا من المساعدات الغذائية والطبية. هذا وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن تسيير طائرة يأتي ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة لدخول شاحنات الوقود. لمزيد من المتابعة يستعرضه لنا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. بعد التحية، هذه هي بوابة معبر رفح التي لم تغلق يوما أمام الأشقاء الفلسطينيين من حيث تقديم المساعدات المختلفة لهم وأيضا استقبال الجرحى والمصابين لتقديم الخدمة العلاجية لهم. نتواجد تحديدا أمام هذه البوابة ومن خلف هذه الشاحنات المصطفى تمهيدا لدخولها لقطاع غزة عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة. اليوم تابعنا حركة منذ صباح هذا اليوم لدخول عدد من الشاحنات. نتحدث عن أن دخول هذه الشاحنات كان على دفعتين، الأولى نتحدث عن 78 شاحنة
شاحنة دخلوا من منفذ العوجة، ثم الدفعة الثانية 79 شاحنة دخلوا إلى منفذ كرم أبو سالم. كل هذه الشاحنات لدعم الأشقاء الفلسطينيين بالمواد الغذائية وبالمستلزمات الطبية وبالمواد الإغاثية والخيم وأيضا البطاطين لمواجهة بالطبع طقس الشتاء. ثم أيضا نتحدث عن دخول 7 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة، 4 سيارات تابعة للمملكة العربية السعودية و3 سيارات تابعة لدولة الكويت. هذه السيارات التي كانت متواجدة في مدينة العريش بعد أن أتت عبر مطار العريش من هذه الدول، وبعد انتهاء كل التنسيقات المختلفة أتت هذه السيارات وتأتي تباعا لدخولها إلى قطاع غزة، بالإضافة لوجود عدد آخر من سيارات الإسعاف المتواجد في الساحات المخصصة لها في مدينة العريش تمهيدا لدخولها لقطاع غزة. أيضا هذا المعبر شهد اليوم دخول 4 شاحنات للغاز، وهذه الشاحنات الهامة التي بالطبع يعني هم بحاجة إليها في قطاع غزة، ثم استقبال الجرحى والمصابين ورعاية الدول الأجنبية. ماذا ينتظر الجرحى والمصابون الذين يأتون عبر قطاع غزة؟ الذي ينتظرهم هنا في مصر هو نقلهم إلى المستشفيات المخصصة لعلاجهم، ليس هذا فحسب، ولكن بعد انتهاء فترة علاجهم أيضا يتم نقلهم إلى مراكز الاستشفاء للعناية بهم، ثم أيضا وجود بعض الوحدات السكنية للعالقين ولذويهم. نتحدث عن أن محافظ شمال سيناء أكد على وجود 72 وحدة سكنية يعني وجود العالقين بها حتى تهدأ الأوضاع في قطاع غزة ثم يعود مرة أخرى. نشير أيضا إلى أن هذا المعبر يستقبل يوميا من 200 إلى 300 مصاب، وهذه هي الشاحنات التي أفرغت حمولتها وعادت الآن من الجانب الفلسطيني. هذه الشاحنات عدد كبير من الشاحنات يتم خروجه الآن بعد أن أفرغ هذه الحمولة. نشير أيضا إلى أن المخيم الإغاثي في محافظة خان يونس والذي أنشأته جمعية الهلال الأحمر المصرية، هذا المخيم بدأ بالفعل في استقبال النازحين ويوجد به حاليا 1500 نازح من شمال غزة. يتم تقديم كل الخدمات والوجبات المختلفة وكل الرعاية الكاملة لهم بناء على توجيهات القيادة السياسية المصرية. إذن مساعدات وجهود مصرية مستمرة لدخول هذه الشاحنات لقطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. كشفت وزارة التنمية المحلية أن إجمالي استثمارات المشروعات الجارية والمنتهية في محافظتي سوهاج وقنا حتى نهاية عام 2023 قد بلغت حوالي 19.2 مليار جنيه، ذلك لتنفيذ حوالي 5130 مشروع. هذا وتم الانتهاء من تنفيذ 4409 مشاريع وجار الانتهاء من تنفيذ 721 مشروعا. وأوضح وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لا يعكس فقط جدية الحكومة في تنمية وتطوير المناطق المتأخرة تنموية، وإنما أيضا العمل على حرصها على إرساء سياسات ونظم عمل داعمة لوحدات الإدارة المحلية تتسم بدرجة من اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية. We'll be right back.
وللمزيد حول تنمية الصعيد معنا عبر الهاتف اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد. يعني بعد تحية، ما الجديد في ملف تنمية الصعيد وهل هناك أي خطط لمشروعات إضافية في المرحلة القادمة؟ سيادة اللواء هل تسمعني؟ إذن السؤال مرة أخرى، الجديد في ملف تنمية الصعيد وهل هناك أي خطط لمشروعات إضافية قادمة؟ إذن انقطع الاتصال من المصدر، نعتذر. إلى هنا انتهت نشرة الثالثة. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء. في أمان الله.